الشهادات مكتوب هون قسط الجندة والكردية وكل شيء مرتب. محمد أكرم كله هنيك في قطر باطن هذو كلهم بالله تحت مستهدفين قام أبطال الجيش السوري الحر والجيش التركي بعملية يوم أمس بالتقدم نحو جبل البرصاية وتحرير جبل البرصاية بالكامل. وتم تقدم أبطال الجيش الحر على قرية قسطل جندو. حاليا نحن في قرية قسطل جندو. هذه القرية تحتوي على تقريبا أكثر من 30 مقر للأحزاب الإرهابية البيكيكي واليوبي دي. تم تحرير هذه المقرات وتحرير الأنفاق الموجودة في قرية قسطل جندو وفي جبل البرصاية. وبعد هذا التحرير إن شاء الله قريبا إن شاء الله التقدم بنحو مدينة عفرين. وعندنا هدفين ان شاء الله قريبا سلام عنهم والمعركه قريبه ان شاء الله.